على كل حال سأعود إليك بسؤال أخير أيضا سيد مسلم إذا سمحت لي أنتقل للدكتور ناصر. أيضا دكتور ناصر بخصوص يعني نتائج هذه العملية في الدنباس، هل باعتقادك ستكتفي روسيا بذلك وعندها تتوقف العملية العسكرية والدخول بمسألة مفاوضات جادة؟ وخصوصا هنا أذكر لك تصريحات الجانب الأوكراني يقول بأن الأحداث في ماريوبول زادت من مفاوضات تعقيدا وأنهم لا يستطيعون تحديد موعد جلسة التفاوض مباشرة بخصوص المرحلة المقبلة. يعني يبدو أن الروس رفضوا التفاوض، رفضوا مبدأ التفاوض، وقرروا أن يعتمدون الحل العسكري لإنهاء موضوع الدنباس، وتبقى هناك يعني خلينا نقول الملعب أمام الجميع. القوات الأوكرانيين لا يبدو أنهم ينوون أن يلقون السلاح، لا يبدو أنهم ناوين أن يسلمون أي قطعة من أرضهم. الغرب وقف معاهم، العالم وقف معاهم، الروس أيضا يبدو أنهم غير ناوين اللجوء إلى أي نوع من التفاوض قبل تحقيق ما يعتقدون أنه انتصارات عسكرية في الدنباس أو غيرها. إذن لم يعد هناك مجال سوى للسلاح للأسف الشديد. أغلقت أبواب المفاوضات من قبل موسكو في هذا الموضوع رغم المناشدات الكثيرة من قبل الرئيس زيلينسكي نفسه. يعني زيلينسكي نفسه أكثر من مرة تعال يا أخي تعال نجلس سوية، لا تخاف أنا ما عضك مدري إيش كذا، ماكو فايدة. لكن ماذا عن من يقول بأن الرئيس بوتين ينتظر تاريخ 9 مايو لإعلان النصر؟ أنا لا أعرف لماذا السيد مسلم يعني غضب من هذا الموضوع واعتبر إعلاميين عرب وإعلاميين. يعني هذا وضع طبيعي، هذه قيادات فردية تحاول أن تستغل مناسبات معينة، تواريخ معينة لكي تسجل فيها انتصارات، بغض النظر عن نية القيادة الروسية في أن تسجل انتصار في ذلك اليوم أو لا. أنا لا أعتقد بأنه سيسجل أي انتصار حتى ذلك الموعد، وبالتالي سيمضي هذا التاريخ مثل أي تاريخ آخر. للأسف الشديد أنا أقول مرة ثانية، موت الشباب على معارك سواء كانوا روس أو أوكران، تدمير مدن، تدمير إلى آخره، فقد الأمهات لأبنائها، هي ليست قضية استراتيجية، ليست قضية لإعلاء عرش رئيس معين ولإعلاء زعامة معينة. هذه كارثة لا ينبغي أبدا تبريرها من قبل أي إنسان. لهذا نحن وقفنا مع الأوكرانيين كشعب، طيب، ونقف مع الشعب الروسي أيضا فيما لو تعرض لأي عدوان ظالم من أي، طيب، جهة أخرى. الموضوع له علاقة، لا علاقة له بانتماءاتنا إحنا وانحيازاتنا لهذه القيادة أو تلك، للأسف الشديد. سيد شعيتو أنتقل معك لمسألة أيضا تصريحات الرئيس بوتين، يتحدث أيضا عن آثار العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة الآن على روسيا. قال إن العقوبات الغربية تؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي، وأيضا ذكر بأن العقوبات ضد روسيا أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب، يعني الجميع هنا تضرر من العقوبات. سيد شعيتو، لكن السؤال هنا، كم ستصمد روسيا في حربها والاستمرار في ظل الضغط الغربي العقوبات الاقتصادية؟ هناك تصريحات قبل قليل لأيضا الجانب الفرنسي، وهنا يقول نعمل على إقناع شركائنا في حظر استيراد النفط والغاز الروسي. يعني العقوبات ومسألة تأثيرها على الاقتصاد الروسي، قالها الرئيس بوتين، نعم أثرت، ولكن عكس ما كانت تتوقع الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة من النتيجة المباشرة الآنية والسريعة على الانهيار الاقتصاد الروسي. أنتم لاحظتم، إذا من يتابع، قيمة العملة الروسية في الأول أسبوعين ارتفعت فعلا إلى 130 روبل، ومن ثم عادت وهي حاليا بالمستوى ما قبل الحرب. بالإضافة إلى أن روسيا، إذا لاحظتم، لم تقم بالرد المباشر على كل هذه العقوبات إلا بطلب واحد، أن تكون المدفوعات بالروبل الروسي، وهذا فعلا أقلق كل الدول الأوروبية، وما زالت تناقش الموضوع، وهناك انقسام في أوروبا، لأن العقوبات الروسية ضد روسيا هي بالأساس تضر أوروبا وتضر روسيا، تنفع الولايات المتحدة فقط لأنها فسحت المجال للمكنة العسكرية والمؤسسات العسكرية بالإنتاج ومن ثم بيعها في الأسواق الأوروبية أولا، وثانيا السلع التي ستنتج في أوروبا نتيجة لارتفاع سعر الطاقة إذا ما تمنعت عن استيرادها من روسيا، سينعكس على سعر هذه المنتجات، ولن تكون تنافسية أمام السلع الأمريكية أو السلع الأخرى على الصعيد العالمي. إذن هذه العقوبات ستنعكس سلبا أكثر على أوروبا وحكما على روسيا، لكن لروسيا خيارات كانت قد أعدتها قبل البدء الحرب، وأنتم تعرفون اللقاء الذي عقد في بكين وتم الاتفاق ما بين روسيا والصين، وأعلن وزير الخارجية الصيني مباشرة بعد ذلك كل ما لا تبيعه روسيا إلى أوروبا سنشتريه نحن. بالإضافة إلى هناك اتصالات ومروحة كبيرة
روسيا بدأتها مع إيران، باكستان، الهند، الدول الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية، حتى الدول العربية كلها لم تدخل في عملية العقوبات والحصار. إذا الخيارات موضوعة على الطاولة بالنسبة للجانب الروسي في مسألة يعني توريد النفط والغاز. نعم، هذه مسألة عالمية لا يمكن أن تتضرر منها روسيا، لأن الحاجة العالمية لا يمكن إنتاجها في يوم واحد من دولة أخرى بديلة. نعم، قد تخرج أوروبا من السوق الروسية، لكن هذه الدول التي ستمول أوروبا ستفقد أسواق أخرى ستدخل إليها روسيا. يعني هذه مسألة تقنية كانت تراهن الولايات المتحدة في الفترة القصيرة. أشكرك سيد شعيتو، وأيضا أخيرا معك بدقيقتين نفس السؤال دكتور ناصر. الرئيس بوتين يقول بأنه كان الهدف هو تقويض الوضع في بلدنا بأسرع وقت ممكن، لكن ذكر بأن هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت. هل بالفعل يوم العقوبات الغربية قد فشلت في تحقيق أهدافها هي إيقاف أو الضغط على الرئيس بوتين لإيقاف الحرب؟ حقيقة العقوبات الغربية لحد الآن تمكنت من تخفيض الاقتصاد الروسي إلى 45% من قابليته ما قبل العدوان، هذا واحد. اثنين، العقوبات الروسية لم تصل منتهاها بعد، ما زالت هناك دول تم اقرارها واعلانها بانها ستلجأ بالنتيجة الى مقاطعة النفط والغاز الروسي، لكنها تحتاج الى وقت لتنفيذ ذلك. لدينا خيارات كما بعض الدول سيسبيتو. نعم، بعض الدول قطعت فورا مثل بريطانيا والولايات المتحدة، بعض الدول انتظرت لكي تكمل خياراتها مثل ايطاليا، بعض الدول ما زالت في طور ايجاد البدائل النهائية لهذا الموضوع. المتوقع أنه ستكتمل حلقة المقاطعة النهائية للنفط والغاز الروسي بحلول 25 سنة 2025 أو قبل ذلك التاريخ. حتى ذلك الحين الاقتصاد الروسي يثخن الجراح، يعني هو ينزف بشكل مستمر. أشكرك. وغير قادر حتى الآن على تعويض خسائره. شكرا لكم مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ناصر دريد، وأشكر ضيفنا من موسكو السيد مسلم شعيتو رئيس مركز الحوار العربي الروسي. شكرا لكم سيد شعيتو، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.